بأنه محترم ومحترم لغيره، يحب بلاده، يقبل الرأي الآخر، يستمع أكثر مما يتكلم، أرزين في طبيعي مسيس مثقف، يحب كثير الرياضة والكرة، ما يتكلمش بزاف وكل الناس تتكلم عليه وتتهمه بأشياء ما أتى الله عليها بسلطان وهو مع ذلك لم يتكلم. أنا نحترم مؤسسة الأمنية، مؤسسة عسكرية، مؤسسة دبلوماسية جزائرية، ما عندي حتى مشكل مع المؤسسة، وكمسؤول مؤسسة أمنية نحترم جنرال توفيق كما نحترم الجنرال قيد صالح يعني الوزير الدفاع، وكما نحترم وزير الخارجية ما عندي حتى مشكل. الناس راهم يقولوا لي باللي راني عندي علاقات مع جنرال توفيق، قال لي بعضهم لو كان صح بواسطة نودير كي عندي علاقات مع الرئيس بوتفليقة ولا مع الرئيس جنرال توفيق، ولا بواسطة نودير كي عندي علاقات مع الرئيس بوتفليقة ولا مع الرئيس جنرال توفيق ولا مع الوزير قايد صالح، عندي بواسطة نودير. الجنرال توفيق اتصرف كرجل عنده شرف كوم ان هوم دونور. Oui, il se comporte comme un homme d'honneur. Mais si, que j'aime, pas comme un lâche. Ana na'raf les joubana fi hadh el bled. Li jajou bel itarat ntaahom fi el habs. Alors que houma li kanou fasdin. Na'am el général Toufik tsarraf ka qa'id askari yestahel el rotba ntaahou. Li'annou tawdih ntaahou mousoun jiddan. Ou mas'oul jiddan. لكنه ثقيل بالمعاني. وجه الشكر للجنرال توفيق. نعم، ميرسي مون جنرال، شكرا. شوف، تحب الحقيقة؟ الحقيقة أكيد. حقيقة أمنية نتاعي، حتى هو رتريتي وعيط لي وقسم بالله لنروح ليه نحبي، وقسم بالله لنروح ليه نحبي. نحييك على شجاعتك ايضا يا اخي، راهو ماهوش في ماهوش مع الواقف. لو كان جاب المنصب قال لي تضرب له في الشيطة يا اخي. هاك صح، ما نجيبش نتكلم على شخص كيما توفيق من المستحيلات. هل محمد مدين كان مظلوم؟ انا في تصوري ومن خلال ما قرات ومن خلال ما يقال ان هناك تصفيه حسابات، بدليل ما دام العداله نصفاته في الاخير، العداله نصفاته وبرأته، يعتبر راه كان مظلوم. كان يتكلم على الجنرال توفيق. نعم، أنا الجنرال توفيق صديقي. سي توفيق رجل أدم عليه في كمجاهد، كشاب في مجاهد في ثورة التحرير، ابتلاه الله سبحانه وتعالى، تبوأ منصب لا يحسد عليه، كثير من الناس يخافوا منه في منصب في وقت عصيب جدا، سينصفه التاريخ بعد سنوات ماذا كان دوره في الجزائر؟ اكيد مون توي بور تو اكلا بودي جرار فاسكيدنا جيبي توفيق انديزان دو فوا. لا بروميير فوا زرق سعيد سعدي دي بوي، سعيد سعدي لا دو فوار واحد 500 فوا سي سني با 1000 فوا. لكن توفيق كيفاش غادي تهضر؟ ياك جامي يفكي ليا لو تيران ديال البيار باش نبنو، باش نسكرو لا فيلا ينوس 12000 يورو. فاش 12000 يورو للمينيستر فرنسي وقل 8000 يورو سواليس مسكن السعيد سعد. انا وقف كان التيرات بنوض ذي البيار باش تسكرو لا فيلا ينك. الى ايتي كانديدات دو فوا بريزيدونسيال. انا وقف كان لي سيناتور يبوت 75000 سيناتور سعيد سعد باش نروح لي بريزيدونسيال. لا سكرز انت ديفكا الو سنيد ديوتيكل تسمين هاتي تسفر دا مسويقين في مدينه تموت القبيل ثمنا لك الجنرال توفيق قصروا ديدس مسلم غير تمسى تاكل وطول من داك البيدير تندا كن اللي هكذا وكذا وكا شفت فاش تاكل نضيفين اسمي تخلق من الغوفرمون بروفيزوار ليوز الاول ذاك ني الا دغناتيك يونو مضبار نتموت للجزائر ثمنا ديدس الا دويا ان وواء ومشي كمل وواء في شكل الجنرال توفيق أوي فان ماشي دينا لا تسقسي دويا دينا نيرسيد تسيدت الجينيرا توفيق يوث يوكنا دي ملي ليدي إش قايد أشحال تسيكل توكير نيغاسي وين دي تسيدي دي سوش لغان ما إلا كرام بوانز الميساج
اللي بغا داك سيديفك هاك سيدينين كيدفك الريو كون غير النيلة الغاشي مليون يقول دا شحال تكلت دي ثقال فهمك باللي في لامار يقول لا راح هو الأكسيد واني ذا او مينيستير لا ديفونس Ça s'est passé le jour de la grève générale de 48 heures organisée par l'UJTA. في علاقة ودية خلقت على مدى 15 سنة وحنا في مجال واحد. ما ننكروش الخير تاع المجهود اللي قدمه الأخ الفريق توفيق في خدمة البلاد. ليه وجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حال استمراره في هذه التصرفات ستتاخذ ضده إجراءات قانونية صارمة. السيد اللواء محمد مدين عضو جيش التحرير الوطني رئيس دائرة الاستعلام والأمن سابقا. أنا لا مقديت سامحوني الله ما قديت والله ما قديت